مواليد 1976 من الدار البيضاء خريج ليكول دي بوزار المدرسه العليا للفنون الجميله بمدينه الدار البيضاء تقريبا هذه المده كامله تقريبا في 2005 تنمارس المهنه الفن التشكيلي الظروف ديال كوفيد خلاتني انني نقل واحد الجزء ديال العمل ديالي في البيت ديالي هذا الشيء علاش الطاقم اه ديال اه انوار بريس اه حضر عندي اليوم في اه في البيت ديالي اه باش يشوفوا اه طريقة باش نخدم على اه حسب الظروف ديال كوفيد اللي تنعيش تعيش المغرب وتعيش العالم كامل في الظروف اللي تيعيشها المغرب أه على الصعيد المغرب والعالم كامل ديال الكوفيد راه عانينا بزاف أه سيتو في الظروف في الشهور الاولى اللي كان الحجر أه تنتمنى هذه النصيحه من من الناس اللي اللي تيسمعونا تي انه يحاول ما يكون يكون اكثر مسؤوليه أه باش ما نكتروش في في الحالات ديالنا نلتزموا الضوابط اللي خاصنا المسافه بيننا بين الناس نلتزموا النظافه باش ما عاد الناس كنا انه انه هاد 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 الحاله يعيش العالم كامل تمسو بها كاع 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 الانشطه العالم من خصوص الفن التشكيلي انا كنت ديالي كفنان تشكيلي فحاولت ما امكن نقص من الحركه ديالي من المرسم ديالي بحكم انه تتزوجت برا ديال الدار تنخدم حاليا في المنزل ديالي أه امور صراحه هي صعيبه ولكن خصنا نستحملوها أه تتحاول تحاول ما امكن ان نقسم بزاف من 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 المحترفات اللي تنديروهم مع الناس وخاصه وخاصه مع الناس الناس الكبار أه تنحاول ما امكن اني نخدم في المنزل الجاري أه الانسان اللي بحكم اني تنخدم بالديزاتولي أه الناس اللي ما ظروف ملائمه نحاول بطريقه معينه نحاول نحبس العامل هذا العمل هذا بالنسبه للتجربه ديالي هي كانت تقريبا من بدايه في التخرج من المدرسه العليا للفنون الجميله تعاملت مع الجدار كواحد سنة تشكيلي في البحث ديالي ارتأيت اني نرجع للانسان ما قبل التاريخ من بعد انا خدمت واحد واحد الفتره على الجدار العلاقه ديالو مع التاثيرات الخارجيه لعبت صورت مجموعه ديال الصور في المدن العتيقه التاثير ديالها على المناخ التاثير ديال الباساج الكتابات كلهم جمعتهم في خدمت في خدمت في خدمت عليهم واحد الفتره لقيت راسي ان خاصني نرجع ما قبل التاريخ هاد هاد الحوار اللي كان بيني وبين إنسان ما قبل التاريخ اللي 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 استعرت منه مجموعه ديال الرسومات اللي خدمت عليها في واحد الفتره آآ آآ كان ممكن ان آآ كان آآ كان كنت ممكن ان نستعر هذوك 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 الرسومات خدمت عليهم من بعد كانت واحد الفترة ديال أنني اه ولاو واحد الرسومات اللي تيتعلقوا بيا يعني أنا يعني صافي سولت عليهم استعمرتهم اه سولت عليهم ولكن من بعد شنو وقع؟ وقع أنني اه اه ولاو الرسومات يتعلقوا مبارك أكثر ما تيتعلقوا من الإنسان البدائي اه ديفلوباو يعني طوروا حاولت ما خدمهم، حاول ما كنخدمهم حاولت ما كنطورهم حاولت ما كنغير الاشكال ديالهم اللي, اللي هو دابا حاليا اللي هي من بعد الجانب الفلسفي اشنو هو هو هذاك الاثار انسان ما قابل التاريخ واللي تخدم على اثار الاشياء الاشياء انا وانت وهو وقبل منا خلينا اثار هذه اللي الا لاحظتوا في العمل ديالي تتقى واحد المجموعه ديال ديال ديال, المتلاشيات ربما تكون عندها علاقه كان ممكن تفوت تفوت و و, و انا تنجمعهم يا اما يا اما تيبقاو مستوطنين عندي في اللوحه راه في الـ في الروبورتاج ربما غيبان لك واحد المجموعه ديال المثلجين انه مستقرين في اللوحه او الاثار ديالهم مروا من هنا مروا مروا من 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 اللوحه تيبقاو الاثار الاثار ديالهم هذا الجانب التقني مجموعه ديال المواد اللي تنستعملهم بحال بحال التراب واحد النوع ديال التراب اللي هو الكاركير البرادات الخشب برادات الحديد آه كما قلت المتلاشيات هادو هما العناصر الاساسيه بالاضافه الى الالوان اللي مايمكنش نهضر عليهم انه اي فنان تشكيلي راه تيعرف انه الالوان اللي ممكن يستعملهم أنا اذا نضيف اي اي لون ممكن يخلي الاثار ديالو هذا هو التلخيص ديال العمل التشكيلي ديالي الاثار ديال الانسان ما قبل التاريخ هو هو عنده واحد البعد انساني حاليا تنعيشوا واحد الصراع الثقافي اللي الفنان شنو هو الفنان فنان فنان شن شنو شنو تيوقع عليه هو انه ديك التاملات ديالو خصنا ندير واحد الصله ما بيننا وبين الاجداد ديالنا ما بيننا وبين الناس اللي كانوا قبل منا الناس اللي اللي عاشوا هنا خصنا نديرو بهم السلطه باش يكون عندنا واحد اكبر واحد تكون ل... عندنا فلسفه في الحياه حتى نرجعوا للظروف اللي تنعيشوها حاليا ربما هذا اكبر ميساج اللي ممكن يوصلوا الانسان اللي تعيشوا حاليا <applause> هو قلت انه هو كان الانسان البدائي هو كان واحد واحد المحطه في المسار التشكيلي ديالي البعض تعتبرني انا باقي حاليا تنتعامل مع مع ال... مع الانسان ما قبل التخيل ولكن هو شنو هو كان كان واحد الفتره ديال الاستلهام ديال الثقافه ديالو استلهام ديال 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 الاثار ديالو حاليا حاليا انا باقي حاليا أن تنتعامل مع الاستلهام هذا ولكن اضافه مجموعه ديال المواد ديال اللي ربما تتلاحظ في اللوحات ديالي هو من تلك ايش اللي كيفاش نستعملوها كيف كيف كيفاش نستخدموها في نستغلوها في اللوحه آه علاش آه الاصل كيف قلت لك انا انا في في, في, في ليكول دي بوزار خدمت على الحائط اللي باقي لحد الان هو الحائط اللي تخدم عليه حاليا هو الاثار اللي عندهم على عنده علاقه مع الحائط عنده واحد الرساله انسانيه هو ان كنا عندنا جد واحد كنا عندنا واحد التقاء واحد علاش غنبقى هذاك أه هو مقاومه من اجل الصراعات الايديولوجيه صراعات الصراعات الانسانيه صراعات العرقيه صراعات هو هو واحد الفتره واحد المرحله ديال التامل التأمل الانسان خصو يتامل شكون هو <applause> كيف جاءنا شكون كيفاش وصل هنا اه واحد المرحلة ديال التأمل ديال ديال الأصل كيفاش اه نفكروا في الأصل ديالنا الا فكرنا في الاصل ديالنا غادي ربما غادي يتلاشى هذاك هذاك الحقد العرقي هذاك الحقد الديني الحقد السياسي حيت المجموعه ديال هو كيفاش انا عندنا واحد الفتره تنمروا فيها في هذه الحياه خصنا نستغلوها بواحد الطريقه معينه خصنا نستغلوها بواحد الاخوه خصنا نستغلوها بواحد الانسانيه هذا هو الميساج ديالي في اللوحات ديالي انا بصراحه ما عنديش شي طقوس خاصه ولكن مثلا كاين بعض كل واحد وكيفاش انا اليوم استقبلتوني استقبلتكم او استقبلتوني عندكم في في المنزل ديالي بحكم الظروف ديال كورونا ولكن في المرسم ديالي انا عندي الظروف ديالي الخاصه لاني ما نقدر كاين البعض يستعمل الموسيقى انا مثلا ما الموسيقى المرسم يجي في واحد الموقع اللي هو في الصمت انا تنحب الشغال على 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 الصمت نسمع الموسيقى انا تنحب الموسيقى بزاف ولكن في الشغال ديالي نحب نسمع الحركات ديالي والحركات ديال الريشه ديالي مع الـ مع الـ مع السيبور مع اللوحه ومع مع, 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 مع الفضاء في في تنخدم انايا دونك دونك ما عنديش الطقوس ديالي هو الصمت وهذاك الشيء علاش انا تنحب نخدم في الليل تحب نحب نخدم في الليل لانه تيكون واحد الصمت جميل وتعيش مع الاصوات اللي تعكسها الحركات ديال ديال ديال, الشتاء الشيتاء ديال الشتاء الشتاء ولا الحركات ديال 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 التعامل ديالي مع الماده ولا مع مع الفضاء مع السيبور اللي اللي تنخدم عليه الفن انا نرجعوا للحاله اللي تعيشوها حاليا الحاله يعيشها العالم كامل الخلاصه ديال العامه انا هذه الرساله كيف ربما قلتها هو نحن ميتنعلموا أولادنا الموسيقى او المسرح او التشكيل حنا ما منه انه يكون فنان تشكيلي او فنان مسرحي او فنان موسيقي تنتسنى منه, منه يكون انسان هذا هو الرساله المهمه خاصو يكون انسان الفنان ما عمره ما يكون دير دير شي حاجه خايبه الفنان اقل حاجه ممكن يديرها هو انه يعيش في واحد الظروف معينه بزيانه الفنان ما عمرو ما غادي يرمي الازبال في الشارع الفنان متسامح الفنان يحب الحياه انا انا الى درسنا لاولادنا الفن تنقاومو وبعض التيارات اللي ربما تكون تكون اكثر اكثر أكتر, أكتر ما غاديش توصلناش للحياه قريو نقريو ولادنا ولكن بالاضافه موازاه مع الدراسه وكشي إن نشجعهم ل... نشجعوهم نشجعوهم في الجانب الفني الجانب الثقافي الجانب الموسيقي الجانب المسرحي باش نخلقو منه انسان زوين متس... متفتح آه انسان تيحب الحياه آه ربما حاليا نعيش واحد العصور اللي هي صعبة بالزاف. ب... مجموعه دي ديال الاشياء اللي اللي حقرات لينا هذا المفهوم هذا هذا آه نصيحه للاباء باش يشجعوا ولادهم الجانب الفني والتشكيلي والمسرحي والموسيقي شجعوا ولادكم باش يكونوا اكثر آه الهدف ديال أن يكونوا سعداء من اجل واحد الجيل الجميل نحاولوا ما امكن نشجعوا ولادنا يكونوا اكثر آه ميولا للفن الابداع يخدموا عقلهم يخدموا الافكار ديالهم ما يبقاش يكونوا يعطوا الناس اخرين في كوفيد يفكروا هما <متصفح> <متصفح> بالنسبة للساحة التشكيلية في المغرب هي 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 إلا على الساحة الثقافية هي مسألة إرادة ديال 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 المسؤولين ديال الدولة يعني ميمكنش إذا الرسالة ديالي وصلتها حاولت أني نوصل للآباء إلا إيه كون عندك الأبناء تتحبهم حاولت دير مجهود على قبلهم باش تعول على ال... حنا فقدنا الأمل من 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 الحكومة من دابا حالينا هاد التجربة اللي عشناها في كورونا تبلي أن هو التعليم هو الأساس تعليم الاساس اي كنا التعليم هو موازاة مع الابداع مع الثقافه مع مع تخرج الابداع ديال لا في الرياضه لا في المسرح لا في التشكيل لا في مجموعه ديال الابداعات. الناس المسؤولين دونك ما نعطيهم سميتو انهم على درايه. انا الرساله اللي نحاول نوجهها نوجهها الاباء الى عندك ولدك تتحبه حول ما امكن تشجعوا بالاضافه للتعليم الابداع يعني إيه الى قصه الابداع نقول الابداع يعني الابداع لا في الجانب الفني لا الجانب الرياضي هذيك كانوا ربما الاجيال ديال السبعينات الثمانينات ربما كانوا عشنا واحد الفتره بحال دا بحالين دابا تنعيشوا لهذه المسائل هذه اللي خطيره جدا ونقص الخطر تيدق خاصة نعرف هذه القضية الناقص الخطر تيدق المو... الرسالة للعائلات ل... ل... الآباء حاول تربوا ولادكم على الفن على الإبداع ترى الإبداع هو هو اللي تيقاوم هو اللي تيخلق لك الحياة هو اللي تيخلق لك واحد الشخصيه اللي هي تقدر تقاوم اي ظروف معينه جات في الحياه من الابداع مثلا بحال بحال التشكيل بحال الموسيقى بحال المسرح بحال السينما نحاولوا نشجعوا ولادنا التعليم هو اهم حاجه موازاه مع مع المجموعه ديال ديال الانشطه اللي تدخل في اطار ديال الابداع ديال ديال المسرح ديال الفن ديال السينما ديال الموسيقى نشجع ولادنا هذه الرساله هذه الرساله للاباء